خليني أحكي لك في هذا الفيديو مجموعة نقاط ونصائح ثانية من أحسن وأفضل الرجال ورواد الأعمال في العالم مادياً على المستوى الشخصي. بعرفش جاسر مصطفى ودي توكس ونو مور. فخلينا نبلش. أول نقطة بدي أحكي لك إياها، لا تحاول تمنع نفسك إنك أنت تغلط أو تفكر إنك كيف ممكن إنك أنت ما تغلط، لأنه أنت راح تعمل مليون ألف غلط وانس بلشت مشروعك. وهذا مين اللي حكى لنا إياها؟ صاحبنا مارك زوكربيرج، جماعة فيسبوك، إنستغرام، واتساب. متذكرين لما فصل 7 ساعات وغلطوا الغلطة السوداء؟ هو ما كان يحاول حاله ما يغلط، بقول لك أنا تعلمت من كل أغلاطي. فهذا شغلة كتير ضرورية. النقطة الثانية من النقاط اللي كتير مهمة اللي بتحاول توصل قديش أنت إنسان مخك يابس، keep running through the walls، ضلك أدخل في الحيطة. هو المعنى الحقيقي أنك أنت حاول دائما أنك أنت تعدى كل الأوبستكلز أو المطبات أو الحيطان اللي بتوقف قدامك خلال مسيرتك الفنية. وبرضو اللي حكى لنا إياها مارك زوكربيرج تبع فيسبوك اللي علق 6 ساعات وخسروا 7 مليار. فجو أهد. رقم 3 من النقاط اللي أنا بعتبرها من أقوى النقاط اللي ممكن تخليك إنك أنت تكمل تنجح، إنك دائما حاول إنك أنت تستثمر في نفسك. وأفضل استثمار لأي شخص هو استثماره في نفسه، والسبب في ذلك إنه لو أنت استثمرت في نفسك فما في أي حدا بيقدر يأخذ منك هاي الشغلة. واللي حكالنا إياها I think إنه من أغنى أغنياء الكوكب اللي اسمه وارن بافيت أو وارن بافيت أو وات إيفر بافيت أو أي شيء، المهم حدا معاه مصاري كثير نجح بالاستثمارات، فأنت بتقدر تعمل. النقطة الرابعة ضروري أحكي لك إياها، أنت عندك مخ واحد، طبعا هذا إذا كان موجود، أنت عندك مخ واحد، فما بزبط إنك أنت تبلش تستفيد منه بعد 50 أو تبلش تهتم فيه بعد 50 لما يصير عمرك 50، لا بلش من هلا. برضو اللي حكينا إياها وارن بافيت هو نفسه الشخص اللي أنا مش عارف هو، الله يقويه. رقم 5 من النقاط صراحة أو النصائح اللي أنا قرأتها لأوبرا وينفري، بتقول لك كل شخص منا عنده على الأقل موهبة واحدة، مستحيل ما يكونش عندك ولا موهبة، لكن مشكلتنا الحقيقية والكيوس والكركبة اللي بتصير إنه نحن بنطلع دائما على مواهب غيرنا ونهتم دائما إنه كيف هذا الشخص بيعمل هيك. طب أنت شوف الموهبة اللي عندك واشتغل عليها، definitely you'll have the power وenergy والنجاح اللي أنت ممكن تخيله وممكن ما تخيله. وبنروح للنقطة السادسة. النقطة السادسة بتحكي لك إذا بدك تكون سعيد فابني حياة، لا تبني فقط بزنس. وما بعرف مين اللي حكاها صراحة بس عجبتني كثير. ومنها بنروح دايركت للنقطة رقم 7. حاول لا تقارن حالك بأي شخص في الكوكب، لأنك إذا أنت بتقارن حالك بأي واحد موجود في الكوكب فأنت ديفينتلي عم بتهين نفسك. وهذا الشخص اللي حكاها بيل جيتس، ما أتوقع أنكم ما بتعرفوا بيل جيتس. فبدي دايركت أروح لك على النقطة رقم 8. النقطة رقم 8 برضو حكاها بيل جيتس وقال لك علشان توصل لنجاحات كبيرة انت حاب انك انت توصل لها ومتوقعها ومش متوقعها، فانت في معظم الاحيان او في بعض الاحيان راح تضطر انك تاخذ بيج ريسكس، تتعرض لمخاطر كبيرة خلال العمل. مش انها الماكينة تفلت وتقطع ايدك، لا، انك انت راح تتعرض لمخاطر الابس اند داونز بالشغل. وزي ما حكيت لك اللي حكينا اياها بيل جيتس. إذا ما بتعرف بيل جيتس احكي لي في الكومنتس عشان ألعن سلسفيل 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 بيل جيتس اللي مش عارفك أحد. والنقطة رقم 9 من صاحب ستيف جابس، بعرف شو اللي حكيتها صح بس أنا مفتخر في كلمة جابس. اعمل مع الأفضل، شرواي بالخير، يعني دور لك على أحسن حدا من الفيلد اللي أنت بتشتغل فيه اشتغل معهم، علشان هدول هم اللي راح أنت وياهم تقوموا بعض وتقوموا المشروع تبعكم. وروح على النقطة رقم 10 يا معلم من صاحبنا ستيف جوبز. وإذا ما تعرف ستيف جوبز بنبهدله مع بيل جيتس بالمرة، بيحكي لك بي كاستمر أورينتد أو كاستمر دريفن، اللي بده إياه الزبون بنسوي له إياه، وعقولتنا أربط الحمار مكان ما بده صاحبه. وسلام.